سادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في موسمنا الثاني من برنامج ستة ويك. مرحب. أوه سلام يا أخي، سلام يا نور، يعني الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك يا أخي. يا سلام والله سنين يا أخي، والله نورت المنطقة. الحمد لله بالسلامة يا أخي. يا سلام يا أخي، طلع من السفر بس قلت لهم داير إن شاء الله معك ناس البيت. لا 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 عليك. يا سلام، تفضل تفضل. والله العظيم أيام. مرحبا بك يا أخي، تفضل. يا سلام والله شرفتك. زول والله يا عم مشتاق لك شو غريب يا اخي، سنين يا اخي. شفت الجردة وانا عندي 100 وصايا المفروض اوصلها للناس، اي زول في الجامعة اداري وصية. صح قلت لهم اصلا شيك سيدي داول عادي، والناس معاك وهزر معاك، شوف لنا قهوة والناس يا اخي. سلام والله، لكن ليبيا دي يعني دستكم مننا دس شديد خالص. لا بشر يا حول يا اخي، الغربة يا اخي. يا حول لكن ما تغيرت والله. تفضل يا اخي. والله تعرف الضيف ده لما يجيك ما بيجيك بشنو انت قاعد ببرقه بخيره يا اخي. امورك معلش طبعا الكهرباء قاطعة. والله انت مسخنها. لا كيف فاتح لك الشباك؟ لا عم لا عم جو كويس، عم جو كويس شويه كده، هواء بارد. لا عم جو. انا شفت الناس غلطت هنا، قال لي لا تفطر. قلت لهم لا بفطر مع شيك سمير يا اخي جبل. قلت لهم لا ما عوض بس اي اللي انا بشيك سمير ده اليوم ده كله اللي قلته يا اخي. انا لاقيك وين يا شيك سمير يا حبيبي؟ يا سلام، وين الاولاد وناس البيت الجماعه دي؟ والله مرقوا ما فاطرا اظن. ما مشكله ما مشكله. لا لا موجود بالموجود. ما تحرجيني يا المنصورة، ما تحرجيني. محرجة يا أخي محرجة. ما ظريفة. أيوة أنا أسوقه أأكله في مطعم برا وريح اباني. مطعم ظريف، شاي عصير ما ضيف. الله البنزين، العربية بايت من امبارح في البنزين، ما في بنزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أخي. طب أنا قلت أعمل ليش؟ ما عندي الوجه حاجة يا أخي. اسمعي قوم اطلع برا يا أخي، ده أيام يجي فيها ضيف برا برا. قال ضيف قال نسخ. السودانيين ديل عندهم أجمل عادة وأجمل تقليد في استقبال واحترام الضيف. السودان مشهور بالكرم وبالجود وبالترحاب. نرحب بايزول، الباب ده يدق. تفضل شوف تفضل، ما اعرف منه. تفضل جر السلك يا كان في سلك بخلوه في الباب كده، وهو ما عارف ده منه. ده دليل على انه هو مستعد يستقبل اي ضيف. بيحكوا في قصه طريفه في واحده من غرف السودان. القطر جاي بتاع ركاب، والقطر ده قام باز وقف. قطر مليان ركاب فل. ناس الغرية أو الغرة جنب القطر دي مسكوا الركاب ديل ضيافة، فطور غدا عشاء، فطور غدا عشاء، لغاية ما صلحوا القطر. دي قصة حقيقية في التاريخ السوداني. زمان الناس بيجوا برضو اسمهم ضيف الهجعة. ضيف الهجعة ده بيجي بالليل، ده بيلقى أكل بيلقى أكل، لأنه أقرب خروف أو تيس أو أي شيء بالضبط له. ضيف الهجعة ده
بتعشى لحم شية وبنوم عادي. لكن مع الظروف الحاصلة دي والله يا اخوانا قصة الكرم والجود دي بقى فيها كده هسي بقى الباب يدق كك 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 قلبك بدق دق 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 دق. بعدين الزول بقى عايل السلك الجبال بقى ما في سلك الباب بقى خرم بس بتاع السلك لكن بيتعاين. الضيف يا اخوانا اليومين دي حضوره صعب ومكلف والله جد ما في ايش بيصور بضيف يا هالمويد. عشان كده انا عندي اقتراح تعالوا نقلل الزيارات. الناس يقول لك لا يا ما اقول يا اخي الزول ضيف بيجي بخير والله الضيف بيجي بخير لكن هسه خيره بس يا هو المويه البارده دي تدي مويه بارده ده لو في كهرباء وفي ثلج تدي المويه دي يشربها ويبقى مارق. بعدين البكيات وقول لك والواجب وكده والله يا الناس تمشي لبعض بس في الضروريات دي. لكن تجينا انت مكركر معك مرتك واولادك وفطور وغدا وفي الاول انت ذاته ما كلمتنا عشان نجهز لك. والله يا اخواننا نحن شعب بنحب الضيوف وكلامي ده غدا الناس ما ترضاه لكن بجد هسه لو جاك ضيف بتريف تاخذ لك رجفه خفيفه كده حباب الضيف في اي وقت. لكن يا اخواننا نزور بعض للضروريات بك عيا يا اخي الموبايلات دي ذاتها حلتنا من الشربات ومن الغداء ومن العيش والله البركه فيكم كفاره مبروك. يعني لو عندك طريقه تقلل مشاويرك وانك تبقى ضيف صغير الناس في الظروف دي حاول قللها. كلامي ده ما عشان الناس تبطل الترحاب وتبطل استقبال الضيوف لا كلامي ده للضيوف ذاتهم. صح انت بتجي لزول بتلقاه مبتسم ومرحب اهلا مرحب بك تفضل يا زول كيف الغداء يا مرا جيبوا القرع زيد العيش الباميه شاي والله القهوه ما تشربوها ما تمشوا وش ترحابي ومرحب بكم وفرحان واقف على راسكم وعلى خدمتكم. لكن بعد تطلعوا تاكدوا انتوا دمرتوا لهم ميزانيه الاسبوع كده يعني انتهيتوا لهم ميزانيه الاسبوع وما بتحسوا بالكلام ده. وهو ذاته لو جاكم في بيتكم انت برضه هتعمل كده جيبوا الموي القرع القهوه الشاي كده. والله زياره الضيوف دي الا في السودان هنا غايته انا ما شفتها برا كده. يعني خواجاتي اللي بعد تقول اه جود مورنينج وات اباوت ذا بريكفاست لانش يس اوكي ما اظن خواجات عندهم الحركه دي ولا حتى في الدول العربيه برا دي. يعني نحن في السودان ظروفنا بقت صعبه والله ممكن نستقبل العالم كله القطر الجبيل ويقف ذاك ممكن نستقبله في اي غريه في السودان في اي مربع في الخرطوم في اي حته. لكن الظرف صعب يا غانا والله اصلا ده ما ظرف ولا ده وضع اقتصادي امشي ضيف لناس بصراحه كده